من الصباح إلى السابعة مساء، لكن يبقى يعني تبقى بحسب المراكز. إذا رئيس مركز يعني يلقى أنه يحتاج إلى وقت إضافي لساعة، ولأنه كان إقبال كبير يعني ممكن في المساء، هنا ترجع القاعدة للسلطة بتمديد المدة إلى غاية 8 مساء، لكن تمديد كل ساعة فقط لساعتين، ساعة أقصى حد إلى 8 مساء. شيء أكيد أن على الساعة 8 مساء كل المكاتب وكل المراكز تكون يعني مغلقة.